اليوم نعرفكم بتجربة رائدة في إنتاج شجرة الأرغان، يعني اللي هي في الحقيقة قديمة هذه الزراعة، لكن تطورت كثيرا في الآونة الأخيرة. ونروح نشوفوا ثلاث تجارب نتاع زراعة أشجار الأرغان من طرف مستثمرين جزائريين. بدون إطالة أترككم تتابعون. الاستثمار في شجرة الأرغان مشروع فلاحي ذو طابع اقتصادي أطلقته محافظة الغابات لولاية مستغانا منذ سنوات، حيث أصبح يتربع على 6 محطات موزعة على مستوى تراب الولاية بأكثر من 1000 شجرة. العدد تاعها يقارب 1000 شجيرة الآن في هذه المنطقة، لأنه كما قلنا منطقة ستيديا فقط تم غرس حوالي 600 شجيرة، 300 شجيرة هي الآن في طور إنتاج البذور، عندنا حوالي 40 شجيرة بمنطقة الصفصاف، كذلك عندنا حوالي ما يفوق 60 شجيرة بالتقريب في منطقة بالرحال، والباقي المحطات كلها الشجيرات فيها على أحسن حال، فقط أنه نتمنى أنه إن شاء الله نزيد ونتلقاو الدعم باش يزيد يكون عندنا إن شاء الله منتوج أفضل. كما سخرت مصالح محافظة الغابات مشتلتين على مستوى الولاية رائدتين في إنتاج شتلة الأركان. وبعد عملية السقوط الطبيعي للبذور يتم جمعها من طرف الأعوان والمكلفين بتحضير الشتلات وجلبها إلى المشتلات الخاصة بتربيتها. اليوم هذا العام تم غرس أكثر من 1000 بذرة، أين شهدت نسبة نجاح نسبة 80%، أي ما يقارب 800 شجيرة. لشجرة الأرغان وبذورها فوائد عديدة، يتقدمها استخلاص الزيوت التي تباع بأسعار باهظة في الأسواق. أما حاليا زيت الأرغان راه يديباس يعني 100 أورو، راه غالي بزاف، وراه يدخل حتى في برنامج اقتصاد دول، وكذلك خلق مناصب شغل، كذلك خلق دي كوبيراتيف في منين. يعتبر هذا المشروع من بين المشاريع الواعدة في تنويع وتطوير الاقتصاد الجزائري، وهذا راجع لأهميته وأبعاده. ميناء وتطويرا لشجرة الأرغان التي تعد ثروة طبيعية واقتصادية بالمنطقة، تسعى محافظة الغابات بتندوف على تصدير برامج متعددة للحفاظ على هذه الشجرة النادرة. قمنا بغرس حوالي 5 هكتارات بالمحمية، وكذا تسييج أكثر من 10 هكتارات من أجل حمايتها من الرعي. تم تخصيص غلاف مالي من خلال الصندوق الوطني للتنمية الريفية، الغلاف المالي هذا قدره 93 مليون دينار جزائري. العمليات هي غرس 50 هكتار من شجرة الأرغان، كذلك إنجاز مشتلتين، وإعادة الاحتبار للأحواض المائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تزويدها بالطاقة الشمسية. بدورها مديرية الفلاحة بالتنسيق مع الجهات الوصية تسعى جاهدة إلى تشجيع المستثمرين الفلاحين بالاستثمار في زراعة شجرة الأرغان. قمنا بعملية غرس 10 هكتارات لدى الفلاحين من أجل الحفاظ ودراسة إمكانية توزيعها أيضا على المحيطات الأخرى، وقد رصدت لهم الدولة أموال في على مستوى المركزي في إطار صندوق الوطني للتنمية الريفية، وكذا على مستوى المحلي في إطار صندوق تنمية مناطق الجنوب. ومع قرار رئيس الجمهورية الأخير القاضي بتأسيس مركز وطني لتطوير زراعة شجرة الأرغان في مناطق الجنوب الغربي والهضاب، الأمر الذي ثمنه أصحاب المستثمرات الفلاحية. مستثمرة هنا راهي فيها تقريبا 750 شجرة أرغان. سمعنا البارح باللي السيد رئيس الجمهورية أعطى عناية خاصة لهذه الشجرة، نثمنوا القرار تاع السيد رئيس الجمهورية، نتفائلوا خير في هذه الشجرة، ماذا بينا نديروا خطوة فيها، وخصوصيا تكون كاينة مرافقة من الدولة للفلاحين تاع المنطقة. من باب اهتمام الدولة بها خصنا نثمروها ونوسعوا يعني نشاط هذه الشجرة. تتواجد شجرة الأرغان بمثلث الذهب الأخضر بمنطقة مركلة طويرف بوعام وترغانت، والتي تعد ثروة بيئية واقتصادية واعدة. بهذه المزرعة قرر بن حليمة خوض تجربة فلاحية جديدة بعد أن تقرب من مصلحة الغابات بغرض الشروع في غرس شجرة الأرغان لأول مرة، تجربة أعطت ثمارا بعد سنوات من اقتنائها، ما يدل على إمكانية غرس هذا النوع من الأشجار.
اتصلنا بمصلحة الغابات الحمد لله، فيها فيها دي زانجينير دي جون ما شاء الله. جبنا الفكرة، درنا الأرضية وجدنا كل شيء وغرسناها، والحمد لله يعني من شهر أفريل لحد الآن ما نشوفوا إلا الأمور الإيجابية. الفكرة كانت عام 2002، وذلك بجلب 5 شتلات من ولاية مستغانم تم غرسهم على مستوى محافظة الغابات لولاية شلف، وكان وذلك لمعرفة تأقلم الشجرة على مناخ الولاية، وكذلك كان نجاح بنسبة 100%. هذه الشجرة التي تنبت عادة في الأماكن الصحراوية ها هي بفضل مجهودات هذا الفلاح تنمو تدريجيا هنا بولاية شلف. هي شجرة صحراوية موجودة بكثرة في تندوف أضرار كاين في المنيعة، هذه معلومات مؤكدة عندي أنا لمتابع الأمر، ولكن الناس ناسية بأنها شلف صحراء، الناس شلف في قضية الحرارة يعني هي منطقة صحراوية. من المؤكد بدون أي شك أنها في ظرف سنوات تصبح الجزائر الرائدة في هذه الشجرة. حينما خرجت من التقاعد اتصل بي صاحبي هذا على شجرة الأرقان، أعطيت له معلومات على شجرة الأرقان، واتصلت بالمحافظة الغابة بشلف، دعمونا في الشجرة هذه، أعطونا 200 شجرة، درنا بها التجربة هذه في المنطقة هذه. فكرة جسدها بن حليمة بعد عودته من المهجر إلى أرض الوطن لتصبح مزرعته أول مشروع ناجح في غرس شجرة الأرقان والحصول على زيوتها النادرة بعد نضج ثمارها.